السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سوف أقوم بعمل كونفيجوراسيون للروتر جاز ديل. كما كتشوفوا هذا هو الروتر AR5315U، يعني 53515U. هذا الموديل ديال جاز ديل. إذن أول حاجة إلا بغينا نديرو لا كونفيغوراسيون، من الأحسن أننا نقوم بعمل كليك على الريست ونبقاو مكليكين عليها حتى يطفى الجهاز ويعاود يشتغل باش يرجع لنا لا كونفيغوراسيون إنيسيال. إذن بعد ما نقوم بهذه العملية ندخلو الاي بي والادريس اي بي 192.168.1.1. ملي غندخلو الواجهة الرئيسية ديال الروتر، اذا العملية الاولى هي نمشيو للادفانسد سيت اب، ثم نقومو بمسح لان سيرفيس لوان سيرفيس. ثم نقوم بمسح الـ Advanced C-Type. ميمكنش، لا يمكن تسبيق هاد الـ Advanced Service حتى سنكون قمنا بمسح الـ One Service. ننتظر ثم نقوم بعمل كليك. الآن سوف نقوم بإضافة الـ Configuration. دونك هنا الـ VPI سوف نقوم بكتابة 8، و الـ VCI سوف نتركها 35، أما الإعدادات الأخرى سوف نتركها كما هي. قد قمنا بالإضافة كما ترون. الآن سوف نذهب إلى الـ One Service ونقوم بعمل Add ثم Next. كما ترون فقد تمت إضافة الـ Advanced Setup. ثم هنا سوف نترك هذه الإعدادات كما هي ونقوم بعمل Next. الآن سوف نقوم بإدخال اليوزر نيم والمود باس الموجود في الكونترا ديال اتصالات المغرب. كل منا يمكنه القيام بوضع اليوزر نيم الخاص به والباسورد الخاص به. انا سوف اقوم بعمل تيست بكاييه سي اي دبل زيرو 13. والان وهي الخطوة المهمة، وهو تفعيل الانيبل ال ان اي تي، ثم enable the firewall، وأخيرا enable the EGMP، ثم الضغط next، اختيار هذه ثم next. والآن سوف نقوم بعمل تغيير الدانس. أنا لقد قمت بتغييري من قبل، دونك سوف نقوم بكتابة في السطر الأول 8.8.8.8، وفي السطر الثاني 8.8.4.4، وعمل next ثم عمل تسجيل. الآن بعد عمل هذه لا كونفيغوراسيون سوف نقوم بالذهاب إلى الـ NPNP، ثم سوف نتركها هكذا enable. إذا كانت disable يجب عمل enable على هذه الخاصية. والآن سوف نقوم إلى إعدادات الويرلس. سوف ندخل إلى الويرلس. كما ترون فالويرلس فهو مفعل. لقد قمت هنا، يمكنك تسمية الويرلس كما تريد. أنا قمت بتسميته تكروفيكسر. ثم هنا كما ترون فهذا رقم 16، يعني عدد الأقصى الذي يمكنه عمل كونكت على الشبكة، يعني
أقصى عدد يمكنه عمل كونكت على الويرلس وهو 16، ثم عمل سيف. الآن تذهب إلى سيكوريتي. هذه الخاصية الويبس فهي تكون مفعلة، من يستحسن وأن تقوم بعمل ديزيبل لهذا الويبس، لأنها هذه الخاصية فهي تسهل الهاك بالنسبة للروتر. دونك عمل ديزيبل، ثم هنا تقوم بكتابة الكود الخاص بالويفي لديك، ثم عمل أبليك. إذن بعد كل هذه العمليات يبقى أن تقوم بإعادة تشغيل الروتر. سوف نقوم بالذهاب إلى مانجمنت، ثم الريبوت، ثم إعادة تشغيل. كما ترون فالروتر ينطفئ ثم يشتعل من جديد. ننتظر. كما ترون هذه اللمبة، هذه الخاصة بالأدهسل لقد اشتعلت، وهذه الخاصة بالإنترنت. يجب أن تكون هذه اللمبة مضاءة بالأخضر. سوف ننتظر حتى الآن. فكما ترون فالجهاز اشتعل من جديد. وننتظر قليلا حتى يتم الاتصال بالإنترنت، يأخذ شيئا بعضا من الوقت. نتأكد من خصائص الDNS. أقوم بالذهاب إلى Advanced Setup، ثم الدخول للDNS. إذن الDNS كما ترون فهو صحيح. نرجع إلى Device Information وننتظر قليلا، سوف يتم الاتصال إن شاء الله. نقوم بعمل التجربة، دخول إلى جوجل. الآن لا زال يقوم بعمل اتصال. في المرة الأولى فهو يتأخر شيئا ما. سوف ننتظر عفوا. إذن كما ترون فها هي اللمبة قد اشتعلت، يعني تعني بأن لا كونفيغوراسيون صحيحة وتعمل. والآن كما ترون سوف أقوم بعمل ريسيرش في جوجل. تك إكسر تك دوت كوم. سوف أقوم بالدخول إلى موقع المدونة. تكرو فيكسر، إذن فهو يعمل جيدا. شكرا وإلى درس قادم إن شاء الله.